تعمل إيه عشان توفر في استهلاك الكهرباء؟ تعرف إنك ممكن بشوية حيل بسيطة في بيتك تقلل اللي بتدفعه للكهرباء كل شهر؟ زي مثلاً إنك ما تسيبش الشواحن في الكهرباء من غير استخدام، لأن الشاحن بيستهلك كهرباء وبيهدرها حتى لو كان مش بتوصل بأي جهاز. كمان إنك تستخدم المصابيح الموفرة للطاقة. دلوقتي بقى فيه كل الأشكال والأنواع للمصابيح الموفرة. ممكن في الأول تدفع مبلغ كبير في تحويل البيت كله للمصابيح الموفرة، بس هتتفاجئ من التوفير اللي هتلاقيه في الميزانية الشهرية للكهرباء. لازم كمان تستخدم الذكاء الاصطناعي، يعني تعتمد على الأجهزة اللي فيها التايمر علشان ما تهدرش الطاقة، وكمان الأجهزة اللي فيها منظمات للحرارة. وخلي بالك من التكييف، لأن التكييف هو من أكتر الأجهزة المستهلكة للطاقة، وده ممكن تقلله بأنك تعمله على درجة حرارة مش قليلة قوي، يعني ما بين 24 و 26. وكمان لو شغلت مروحة التكييف بشكل مستمر، ده يخليك تحس بالبرودة أسرع، وبالتالي التكييف يستهلك طاقة أقل في التبريد. وطبعا لازم تتأكد من انك قافل كل منافس تسريب الهواء علشان التكييف ما يشتغلش على الفاضي.